الإعلان عن استعدادات وزارة الأوقاف لتنظيم المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 29 وعدد الدول المشاركة وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات دينية في الاهتمام بحفظ القرآن الكريم تناولها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي للوقوف على الإمكانيات التي قامت بها الوزارة لاستقبال هذه المسابقة العالمية. عدد الدول المشاركة 58 دولة، منها 33 دولة أفريقية، بإجمالي عدد 108 متسابق، وده أكبر عدد يشارك في تاريخ المسابقة منذ إنشائها. محكمون إلى الآن من 6 دول: مصر، تشاد، الأردن، فلسطين، السعودية، السودان، سلطنة عمان، وفي انتظار وارد ان في دولة اخرى تضيف محكما قائم ومحتمل. وزير الأوقاف أعلن عن الجوائز الممنوحة للفائزين بالمسابقة بمشاركة 108 متسابق من دول العالم والتي تم مضاعفتها عن العام الماضي لتصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه. الفرع الأول اللي هو حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، عدد المتسابقين 15 متسابقا، الأول 250,000 جنيه، الثاني 150,000 جنيه. الفرع الثاني الأسر القرآنية، احنا عندنا 3 أسر إن شاء الله تفوز منهم واحدة بجائزة 300,000 جنيه. تنطلق المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في 4 فبراير القادم وتستمر لمدة 5 أيام. يبدعون المتسابقون من كل دول العالم ويجودون آيات القرآن الكريم بأصواتهم الحسنة. استعدادات مكثفة قامت بها وزارة الأوقاف لتنظيم المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 29 والتي ستكون فريدة هذا العام في عدد فروعها وبرامجها في علوم القرآن، لتأتي هذه المسابقة تأكيدا على مكانة مصر في العالم الإسلامي والاهتمام الذي تولي بالقرآن الكريم حفظا وتفسيرا وتكريم حفظت القرآن الكريم من كل دول العالم. من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي، أحمد ممدوح، النيل.